يا مساء الرضا والفل والجمال على حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الهدف. بدايتنا من نادي الزمالك. في هذه الاثناء وهذه الساعات يتم التوصل لاتفاق ما بين اداره الزمالك وبين محامي وممثلي خالد بوطيب، اللاعب المغربي السابق في صفوف نادي الزمالك، لتسوية المديونية الخاصة بخالد بوطيب طبقا للاتفاق الآتي. الاتفاق ده هو ان نادي الزمالك يدفع دلوقتي 50% من مستحقات خالد بوطيب اللي هي تقريبا حوالي 2.5 مليون يورو، وال50 ده المبلغ كله على بعضه. طبعا هو كان المبلغ اقل من كده وحصل بعد كده تراكمات وفوائد لغاية لما وصل ل 2.5 مليون يورو. سيتم دفع 50% دلوقتي من هذا المبلغ، ثم يتم تقسيط باقي المبلغ على 6 شهور او 6 اشهر. الاتفاق الشفهي حصل، ولكن الاتفاق الرسمي المكتوب لسه حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها حضراتكم لم يتم توقيع اي ورقه رسميه ما بين نادي الزمالك وبين خالد بوطيب، وعشان كده نادي الزمالك لم يعلن بشكل رسمي انتهاء هذه الازمه اللي عنده 48 ساعه انه يحلها انتهاء او لغايه لما تنتهي المهله الخاصه بالاتحاد الافريقي اللي هي يوم 5 اللي هي بعد بكره ان شاء الله اذا ربنا احيانا وكان لينا عمر. طب ليه نادي الزمالك عمل كده؟ لانه على مدار الشهور اللي فاتت كان في اتصالات مستمره مع اداره الزمالك ما بينها وما بين ممثلي خالد بوطيب، وكان المحامي بتاعه بيوافق على اتفاقاته بعد كده يرجع فيها تاني ويرجع في هذه الاتفاقات مره تانيه ويرجع في كلامهم مره تانيه. عشان كده مسؤولو الزمالك مش عايزين يعلنوا اي شيء رسمي حوالين هذا الاتفاق الا لما يتم توقيع ورقه رسميه واتفاق رسمي بين الزمالك وما بين خالد بوطيب، عشان على اثر هذه او هذا الاتفاق يتم حل مشكله ايقاف القيد، وبالتالي يحصل الزمالك على رخصه المشاركه في الكونفدراليه الافريقيه. ده الوضع حتى الان عند مسؤولي الزمالك اللي ربنا يكون في عونهم وربنا يكون في عون كابتن حسين لبيب تحديدا. الراجل ده بقى له 3 ايام ما بيروحش نادي الزمالك، مكوك عشان يحل هذه الازمه ويتم دفع هذه المديونيه، لان الرغبه عند مجلس اداره نادي الزمالك وعند كابتن حسين لبيب تحديدا انه مش عايز يخلص كل المكافاه الخاصه بالكونفدراليه الافريقيه في فلوس خالد بوطيب، لان عنده التزامات كتيره جدا ومديونات كتيره جدا وبقاء كتيره جدا مفتوحه عايز يسدها، ويسد خالد بوطيب وهو ماشي عشان يقدر يدعم فرقه الكوره ويدعم بقيه الفرق عشان يستعد للموسم اللي جاي بشكل افضل مما كان عليه سواء بالنسبه لكره القدم او بقيه الالعاب. ده فيما يخص نادي الزمالك وخالد بوطيب وموقفه حتى الان. نطلع من نادي الزمالك وخالد بوطيب الى بيراميدز. كل اللي حضراتكم سمعتوه على انه بيراميدز لن يشارك في دوري ابطال افريقيا وان رخصته محل شك، ده كله بلح. الكلام ده كله لا اساس له من الصحه، كله طق حنك وكلام ابن عم حديد وملوش اي قدر من الصحه ولا حتى 1%. ليه؟ لان طبقا للاتحاد الافريقي ولوائحه، الحاجه الوحيده اللي توقف الرخصه الخاصه باي نادي هو ان يكون صدر ضده حكم نهائي وحط تحت نهائي دي 60 مليون خط قبل 31 مارس الماضي، وهو ما لم يحدث مع نادي بيراميدز. اللي حدث مع نادي بيراميدز ان نادي النجوم اخذ حكم من لجنه شؤون اللاعبين خلال شهر مارس، حكم درجه اولى. بيراميدز استأنف عليه وصدر قرار لجنه التظلمات في شهر أربعة، وبالتالي عدى المهله. وحتى الحكم بتاع لجنه التظلمات ده او لجنه الاستئناف دي، ده حكم غير نهائي، لسه يقدر ينقضه بيراميدز، يقدر يوصل للمحكمه الرياضيه الدوليه، ولسه عنده مشوار قضائي وتقاضي طويل جدا. فلسه الموضوع بالنسبه لبيراميدز ملوش اي علاقه بمشاركه بيراميدز في البطوله القادمه من دوري ابطال افريقيا، ورخصته سليمه. وحتى الاتحاد الافريقي بعت للاتحاد المصري لكره القدم يستفسر منه بعد ما قام نادي النجوم بشكوى بيراميدز وشكوى الاتحاد المصري لانه ادى الرخصه لفريق بيراميدز. فبدور الاتحاد الافريقي الكاف سال الاتحاد المصري لكره القدم واستفسر منه عن هذا الموضوع، ولسه الرد هيروح لهم من الاتحاد المصري لكره القدم بالتفاصيل اللي انا قلتها لحضراتكم دي، وان رخصه بيراميدز صحيحه بنسبه 1000000%، ويحق لي المشاركه في دوري ابطال افريقيا الموسم القادم طبقا للوائح الاتحاد الافريقي. الخبر اللي جاي يخص النادي الاهلي، وهو خبر بيتكرر لتاني مره بعد النجاحات الكبيره اللي حققها مارسيل كولر المدير الفني السويسري مع النادي الاهلي خلال الفترات اللي فاتت. انتوا عارفين ان الاهلي تحديدا بيبقى فاترينا مهمه جدا 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 لاي مدير فني بينجح معاه. شفنا ده مع مانويل جوزيه،
شفنا ده مع بيتسو موسيماني، شفنا ده مع جاريدو، شفنا ده مع ناس مع بيسيرو، شفنا ده مع او بنشوف ده دلوقتي مع مارسيل كولر، اللي كان في وقت من الاوقات، وحتى اكد لي المعلومه دي مهندس خالد مرتجي لما كان ضيفي هنا في الهدف، انه جاله عروض قبل كده بارقام كبيره جدا من الدوري السعودي، وهو ساعتها فضل البقاء في النادي الاهلي. خلال هذا التوقيت اللي انا بكلم حضراتكم فيه، على فكره احنا الوحيدين اللي لسه مكملين بطوله الدوري او البطوله المحليه، لكن كل الناس في كل حته هم بيشوفوا دلوقتي هيعملوا ايه السنه الجايه، فاللي عايز يتعاقد مع مدير فني، اللي عايز يتعاقد مع لعيبه جديده، دي فتره التعاقدات. ده السبب اللي احنا بنقول لحضراتكم الخبر ده دلوقتي، لان احنا الموسم عندنا شغال، لكن بره الناس شغاله في تعاقداتها. فمارسيل كولر على راس قائمه مدربين يستهدفهم اثنين او ناديين من انديه الدوري السعودي، دوري روشن، عشان يستقدموا مارسيل كولر يقود فرقهم خلال الموسم القادم. الناديين دول تواصلوا بالفعل مع كولر وممثلي مارسيل كولر، وكان الرد كالاتي: ان انا مجنون اهلي، انا الاهلي عندي هو الاولويه، ولكن يتم ارجاء الرد في اي حديث او اي رد من جانب ممثلي كولر على المفاوضين من قبل الناديين اللي بيلعبوا في الدوري السعودي لغايه نهايه الموسم. ليه؟ لان بطبيعه الحال الوكيل ما بيبقاش عايز يسيب اي فرصه الا ويامنها، يعني مش هيدي رد قاطع دلوقتي، لا استنوا بس احنا لسه الدوري عندنا شغاله، هينتهي على نهايه شهر 8، خليكم معانا هنشوف الدنيا فيها ايه. طب يا عم احنا عندنا دوري السنه الجايه واحنا لازم نكون مستقرين في فترات اعداد والكلام ده كله، لا حتى الان ردنا الاولي كولر حاطط الاهلي على راس الاولويه، جدد عقده، عقده ينتهي بنهايه الموسم القادم اللي هو شهر 6 2025، عنده 3 شهور كشرط جزائي، ولكن هو الاولويه بالنسبه له هي النادي الاهلي. منتظر لغايه لما يشوف بقى اجتماعاته مع لجنه الكره، التعاقدات الجديده، لان مارسيل كولر دي نقطه مهمه جدا عرفناها من مصادرنا، هو واحده من اهم الاولويات بالنسبه له ان يتم استخدام الصفقات اللي هو عايزها، لانه عايز يقفل مع الاهلي ويفنش مع الاهلي عالي زي ما ابتدى مع عالي وزي ما مستمر ما هو معاه عالي، وهو شايف ان الصفقات الفرقه دلوقتي محتاجه احلال وتجديد في بعض المراكز، عشان كده هو مهتم جدا بمعرفة الصفقات اللي هو طلبها هتيجي ولا مش هتيجي، لان دي هتبقى عنصر حاسم في استمراره السنة اللي جاية، لانه عايز يكمل بنفس التميز والنجاح اللي هو مكمل بيه مع الاهلي، او اللي هو ماشي بيه مع الاهلي، واللي بدأ مشواره بيه مع النادي الاهلي. فده كان الرد اللي اتقال لممثلي الناديين السعوديين اللي تواصلوا مع مارسيل كولر، وطبعا المقابل المادي مش عايز اقول لحضراتكم، يعني المقابل المادي كبير جدا 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 زي ما كان حصل في المره الاولانيه، واللي ساعتها قفلها كولر ضبه ومفتاح وفضل البقاء في النادي الاهلي، وهو ما بنسبه كبيره سيحدث خلال الموسم القادم، ولكن مسؤولي كولر وكلاء كولر فضلوا مواربين الباب لحين انتهاء الموسم الحالي، ثم الرجوع برد نهائي وحاسم لمسؤولي الناديين السعوديين اللي تواصلوا معاهم بشان مارسيل كولر واستقدامه الى الدوري السعودي. نروح مع حضراتكم للقاءات اللي اتلعبت النهارده. كان في لقاء الزمالك وفاركو انتهى 1-1، كان في لقاء سيراميكا والاسماعيلي واللي انتهى بفوز سيراميكا، فوز غالي جدا 1-0، ولقاء مودرن سبورت وبلديه المحله واللي انتهى بفوز مودرن سبورت على البلديه 1-0، وده اول لقاءات اللي اتلعبت النهارده، وفوز مودرن سبورت على البلديه 1-0، والهدف سجله ارنولد ايبا في الدقيقه 85 كده مودرن سبورت النهارده. طبعا ده البنالتي بتاع احمد ياسر ريان واللي فاز بيه سيراميكا 1-0، فوز غالي جدا لفرقه سيراميكا. وبعد كده تعادل الزمالك وفاركو، بصراحه كل التحيه لفريق فاركو، والله يعني بحس فاركو ده ملوش اهلي يسالوا عليه، يعني اهلي في زمالك في اهلي في زمالك، وانه يقدر النهارده يطلع. على فكره ركلتين الجزاء بتوع عزيز وبتوع ياسر ريان الاثنين شبه بعض جدا، والاثنين عليهم علامات استفهام كبيره جدا، بس دي طبعا يفتي فيها المتخصصين التحكيميين فيما يخص صحه ركلتي الجزاء سواء بتاعه الزمالك او بتاعه سيراميكا كليوباترا. انتهى اللقاء 1-1، وزي ما كنت لسه بقول لحضراتكم كل التحيه للاعيبه فاركو، كل التحيه لاحمد خطاب المدير الفني الشاب الواعد لفريق فاركو، بصراحه انه يلعب اهلي في زمالك في اهلي في زمالك في ظرف اسبوعين تحس ملوش اهلي يسالوا عليه والله، فانه يقدر يطلع بمونت النهارده من الزمالك شابوه.
والله شابوه. وقبليها كان كسبان الاتحاد، فعامل لا عامل شويه ارقام الفتره اللي فاتت واداء جيد جدا مخالف للي بدا بيه بيراميد، بدا بيه قصدي فاركو حتى في بدايه الموسم الحالي. دي كانت اهداف اليوم واللقاءات اللي اتلعبت النهارده. نتمنى خلال الفتره اللي جايه ان يكون في مراعاه شويه للانديه اللي ملهاش صوت واللي ما بتتكلمش زي فاركو وغيرها من الانديه اللي ممكن تلاقي متكربس له 4 5 6 ماتشات جامدين جدا في ظرف اسبوعين ثلاثه. وعلى فكره ده يحصل في نهايه الموسم مع زد برضه، زد هيروح لاعب اهلي في زمالك او زمالك في اهلي في ظرف 3 ايام، فتره قليله جدا جدا جدا. نطلع العناوين واهم الاخبار، خليكم معانا. مفاجأة نداي، ملف التجديد، خطة الميركاتو، لغز شيكابالا، شكل الدوري. يشرفنا وبينورنا ملك الحصريات الأستاذ محمد البنهاوي. يا أستاذ محمد منور الدنيا كلها. أهلا بك كابتن إبراهيم وعلى المشاهدين. الحمد لله تمام، كله تمام، كله زي الفل. إيه هي مفاجأة نداي؟ يمكن إبراهيم نداي في ناس كتيرة اتكلمت الفترة اللي فاتت يمكن في غضب شوية من جمهور نادي الزمالك على أداء إبراهيم نداي خصوصا لما بيلعب باك ليفت. فجأة طلعت أخبار إن نادي الزمالك بيجدد مع أو هيخلي إبراهيم نداي موجود الموسم القادم، فده طبعا عمل جدل كبير جدا عند جمهور نادي الزمالك. أنا المعلومة اللي عندي يمكن سألت في الموضوع، يمكن إبراهيم نداي له مستحقات متأخرة بشكل كبير جدا، يمكن وصلت ل 800,000 دولار وخد جزء منها لكن الباقي لسه موجود. فيمكن نادي الزمالك كان تفاوضه مع إبراهيم نداي إن أنت هتاخد المستحقات المتاخره بتاعتك والموسم اللي جاي هتتنازل عن القيمه الماليه اللي انت بتاخدها. يمكن احنا معانا عقد نداي السنه الجايه، ابراهيم نداي بياخد 1,096,000 دولار. مليون 96,000 يعني في الموسم دولار تقريبا في الموسم الواحد اللي هو الموسم الواحد اللي جاي. نهار اسود. وده العقد معانا هو يمكن موسم 24 25، 1,076,930 اللي هي اول حاجه فوق. ده الموسم اللي جاي، ده الموسم اللي جاي. هو عقده ممتد لغايه امتى؟ الموسم القادم هو اخر عقده. آخر عقد. الزمالك بلغه اوريدي بيأمن نفسه لان كان المفروض الزمالك يبلغ قبل 30/6 ان انت مش هتستمر معانا عشان ما يبقاش مضطر ان هو ينفذ يدفع الرقم الموسم ده. القادم. لكن ابراهيم نداي طالب او وكيله تواصل مع نادي الزمالك وقال ان هو عايز الـ 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 القيمه الماليه، عايز القيمة المالية بتاعت المستحقات المتأخرة عند إبراهيم نداي وهي زي ما قلنا 800,000 دولار. أيوة. طبعا إبراهيم نداي الناس كتير هتتسأل طب إيه اللي يخلي إبراهيم نداي يتنازل عن قيمة زي دي ويوافق إنه يلعب الموسم اللي جاي مقابل بس رقم كبير جدا. ما أعتقدش عمر نداي أخذ الرقم ده في مشواره كله. ده المفاجأة بقى اللي أنا هقولها لحضرتك دلوقتي. أيوة. إن نادي الزمالك تأكد إن عقد إبراهيم نداي مع لوزيرن السويسري كان 187,000 يورو في السنة. يعني تخيل 187، ده آخر عقد لابراهيم نداي قبل ما يجي نادي الزمالك. فمن 187,000 يورو ان انت بتنتقل لمليون 176,000 دولار في الشهر، تقريبا اكتر من 9 أضعاف أو 8 أضعاف. أي. للعقد بتاعه. يمكن ده بند انا بضمه لك وبضم صوتي لصوتك انت، يمكن اتكلمت عن عقد بوطيب وطلبت ان احنا نحقق فيه طلب عن عقد سامسون. فعقد ابراهيم نداي الى العقود اللي فيها شبهه بالظبط. يعني ازاي انت بتاخد شبهات كتيره جدا الحقيقه، ازاي انت مع لوزيرن السويسري بتاخد 187,000 يورو في السنة فجأة بتمضي عقد مع الزمالك 3 سنين، ال3 سنين ب 3,186,000 دولار. يعني يلعب بيهم 17 سنة برضه. أكبر عقد زي ما كان أكبر عقد في تاريخ خالد بوطيب. 17 سنة إيه ده؟ يلعب بيهم العمر كله. 15 سنة فعلا. العمر كله. أكتر يعني من خم... يخش له 17، هي جت معايا كده 17 18 سنة فعلا. بالظبط. لو قسمت الرقم ده على الثلاثة يديك حوالي 17 سنة. زي ما خالد بوطيب عمل ثروة حياته من نادي الزمالك، إبراهيم نداي أيضا عمل الثروة دي. وده يمكن اللي بيفسر لنا ليه نداي وافق لما مسؤولي الزمالك اتكلموا معاه ان هو يخفض القيمه دي كلها مقابل انه ياخد مستحقاته المتاخره، لان لو ساب نادي الزمالك هيرجع لنفس العقود اللي كان بيتعامل بيها وهي 100,000 دولار 180,000 دولار. فبالتالي كان استمراره يمكن جوميز طالب او جوميز هو بيحب ابراهيم نداي. والله العظيم اللي مسؤولين عن العقود دي لازم يحاكموا لان ده اهدار مال عام في شبهه فساد في منتهى الوضوح، سواء عقد خالد بوطيب أو عقد سامسون أو عقد إبراهيم نداي. ده ما رضيش ربنا والله العظيم، حاجة تحرق الدم وفلوس على الأرض. الناس والغلابة أولى بيها، بدل ما تخش جيوب ولا تروح حتى عن جهل للعيبة عمرها ما كانت بتاخد الفلوس دي.
بالظبط مبالغ ماليه. كابتن ابراهيم بكمل كلامك ان الاتحاد الجزائري لسه عامل بيان من كام يوم حول فيه ناس كانوا مسؤولين عن اتحاد الكره الجزائري للتحقيق، لان في عقود مدربين وعقود لعيبه كانوا شايفين ان فيها شبهه اهدار مال عام. فده انا بضم صوتي لصوتك ان اي عقد او اي لعيب بينتقل مثلا من 100,000 دولار لاكثر من مليون دولار انا لازم احاسب هنا. أي. يعني لازم اقول ايه اللي يخلي لعيب يتنقل من القيمه دي لسبع ثمان اضعاف. اظن دي حاجه طبعا مش منطقيه ومش طبيعيه. أي. فابراهيم انضاي هو وافق. جوميز قال ان انا عايز ابراهيم انضاي الا لو هتجيب لي جناح سوبر. تمام. يعني لو هتتعاقد مع جناح سوبر. طيب نطلع من نضاي الى ملف التجديد. ملف التجديدات يمكن ده الشغل الشاغل للجنه الكوره في الزمالك. انا بقول لك ان محمد عواد في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي بعيد تماما عن التجديد لنادي الزمالك للخلاف حول المقابل المادي. يعني هو ما فيش خلاف ان عواد عنده القابليه او عنده الرغبه انه يقعد، وان مجلس اداره نادي الزمالك مش رافض وجوميز مش رافض. لكن انا اقول لك حته في موضوع جوميز ده، ان جوميز حاطط صبحي رقم واحد بصرف النظر عن موضوع التجديد. أيوه. والكلام ده فنيا جوميز حاطط صبحي رقم واحد بالنسبه له وعواد رقم اثنين. مجلس الزمالك حاطط سقف للتجديد للعيبه وشايف ان محمد صبحي وافق على ده. عرض على محمد عواد، هو بيتكلم ان انا عندي عرض من تركيا بمقابل مادي كبير، وعندي عرض من مصر وما قالهمش النادي، قال لك ان انا عندي عرض من مصر كمان بمقابل كبير. ده بيخلي محمد عواد بعيد بشكل كبير جدا عن البقاء مع نادي الزمالك في الفتره الحاليه. طبعا موضوع نضاي احنا اتكلمنا فيه. اوباما يمكن اتكلم مع الكابتن عبد الواحد السيد الاسبوع اللي فات وقال له ان هو عنده عرض من الدوري السعودي. أيوة. فلو الزمالك مش هيجدد له عقده يسيبه بنهايه الشهر ده، لان احنا عارفين فرق نهايه الدوري بتاعنا من الدوري السعودي ده هيبقى مشكله عند اي لاعب هينتقل. طبعا. فهو بيقول ان لو الزمالك مش حابب ان هو يجدد او يكمل مع اوباما، اذا ادوني الاستغناء زي ما حصل مع محمود علاء وزي ما حصل مع لعيبه كتير، ادوني الاستغناء في الفتره دي ان انا اوقع للنادي السعودي الموجود. الزمالك عنده رغبه ان هو يجدد لاوباما، ولكن برضه المقابل المادي اوباما يمكن نادي الزمالك عايز يخفض كم سقف العقود كلها. حتى عقد اوباما القديم كان قيمته الماليه مرتفعه شويه، فالكره في ملعب اوباما لو هو شايف ان هو هيخفض العقد بتاعه هيكون مستمر مع نادي الزمالك. انا بقول لك ان المسلوسي بطلب من جوميز هيجدد موسمين خلال الفتره اللي جايه. اللاعب مرحب بان هو يستمر في نادي الزمالك، ومجلس اداره نادي الزمالك يمكن جوميز شايف ان ده افضل مدافع في مصر، دي وجهه نظره، فطلب من نادي الزمالك ان هو يجدد، والمسلوسي مرحب. خلال ايام زيزو، يمكن انا اتكلمت معاك قبل كده من كذا اسبوع في موضوع زيزو، مشاكل نادي الزمالك هي اللي مأجله التوقيع لزيزو. يمكن يعني مشكله القيد ومشكله الرخصه ومشكله مباراه القمه واللي حصل فيها، كل المشاكل دي يمكن هي اللي اجلت جلسه الحسم بين زيزو وبين مجلس اداره نادي الزمالك. لكن ما زالت رغبه زيزو هي البقاء في نادي الزمالك، عايز يعمل تاريخ لنفسه. ما زال نادي الزمالك التارجت الاساسي بتاعه ان هو يخلي عمود الخيمه زي ما هم بيقولوا دايما، اللي هو احمد مصطفى زيزو مستمر. عقد زيزو المسوده بتاعته موجوده، ناقص بس ان الزمالك يخلص مشاكله دي كلها وهيقعد مع زيزو وهيكون في توقيع ان شاء الله. نروح لخطه الميركاتو، ده بالنسبه للتجديد او اللعيبه اللي موجودين في النادي. اللعيبه الجديده بقى واللي هيتم استخدامهم من خارج النادي في ظل كل هذه الازمات اللي بيمر بيها الزمالك وادارته. يمكن كانت الازمه الرئيسيه حضرتك اتكلمت فيها في الانترو وهي ايقاف القيد بالنسبه لخالد بوطيب. انا باكد طبعا على كلامك، يمكن انا كان ليا مكالمه مع الاستاذ عمرو ادم. كانت يمكن المفاوضات الفتره اللي جايه كانت بناء على نصيحه المهندس هاني بوريدا، يمكن انا بكمل على كلام حضرتك. ان هو اتكلم عن ان رخصه المحترفين في مفاوضات وفي كلام كبير جدا ان الزمالك ياخد الرخصه، لكن قال لهم حاولوا تخلصوا موضوع بوطيب، وده اللي خلى الزمالك كثف المفاوضات خلال الخمس ست ايام اللي فاتوا. كان الخلاف ان خالد بوطيب عايز يقسط ال 50% على ست شهور بس، ونادي الزمالك كان طالب سنه. ففي النهايه نادي الزمالك عشان ضيق الوقت وانت عندك يومين بس على يوم 5 اللي هو اخر ميعاد للرخصه، الزمالك وافق رسميا على الموضوع. ناقص ان هو بعت الصيغه لمحامي خالد بوطيب، مجرد ان محامي خالد بوطيب يوقع على التسويه دي نادي الزمالك هيخطر بيها الاتحاد الافريقي وهيحول الفلوس لخالد بوطيب. فده اللي هيخدنا لقصه الميركاتو. خلاص انت اكبر مشكله بالنسبه لك انتهت. نادي الزمالك هيعمل ميركاتو قوي جدا الفتره اللي جايه. يمكن الكلام على عمرو الجزار ده يمكن تارجت اساسي في مدافعين نادي الزمالك لدعم خط الدفاع في الفتره اللي جايه. احمد عيد عبد الملك يمكن المدير الفني لغزل المحله تمسك بيه، لكن نادي الزمالك ناوي ان هو يدخل في صفقه تبادليه ممكن فيها مهاب او محمد عاطف هيخش، وده يمكن احمد عيد عبد الملك هيوافق لان هو شايف ان الاثنين دول موهبتين وحتى اشاد بيهم في اكتر من برنامج قبل كده. فعشان اقناع احمد عيد ان هو يغير كلامه في موضوع عمرو الجزار هيتعرض عليه ان انت هتخش صفقه عاطف ومهاب ياسر. الباك ليفت انا بقول لك ان موضوع نجوين
وقف عند المقابل المادي، نجوم عايز 650 ألف دولار في السنه، نادي الزمالك شايف ان هو مبلغ كبير جدا، مبلغ كبير جدا. اللعيب طبعا فري، فما فيش حق النادي عشان كده. فهو بيتكلم ان انت مش تدفع للنادي بتاعي، انت هتديني 650 ألف دولار. الزمالك بيطالب اللعيب ان هو يخفض من المقابل المادي، لو خفض هيكون مع احمد فتوح في مركز الباك ليفت، لو ما خفضش نادي الزمالك هيدور على خيارات ثانيه. يمكن كلام كتير على السوشيال ميديا على ايوب العملود باك رايت الوداد المغربي. انا كان ليا مكالمه النهارده مع احد الصحفيين اللي بيغطوا الوداد، وقال يمكن الطلبات الماليه لايوب يمكن برضو نفس موضوع نجوين مبالغ فيها شويه. فايوب بنسبه كبيره جدا هيجدد للوداد خلال اليومين اللي جايين، يعني خلال 48 ساعه هيجدد للوداد. طب مين اللي هيدعم الباك رايت في الزمالك؟ طبعا احمد محمود ظهير، ايمن الجونه ده معار ومعارته هتنتهي فهيرجع تاني، بجانب ان الزمالك بيبحث عن لعيب تاني، ممكن كريم العراقي يكون مرشح بقوه ان هو يكون في المركز ده. طارق حامد عايزين نقف قدامه شويه، يمكن صوره الزياره بتاع طارق حامد، فسر لنا بقى الصوره دي وفسر لنا زياره طارق حامد يا استاذ محمد لنادي الزمالك، لان كلام كتير اتقال وان في جلسه تمت ما بين طارق حامد وبين مسؤولي نادي الزمالك اللي كانوا موجودين بالصدفه وقت ما طارق كان موجود. طبعا طارق يمكن هو متعود من زمان حتى من ايام نادي الزمالك انه لما بيكون في فتره توقف طارق بيتدرب باستمرار، يمكن حتى بينزل صوره من سنين طويله حتى في فترات نادي الزمالك. طارق يمكن تواجده في مصر واخد اجازه طبعا من النادي عشان انتهاء الموسم، كلم مع زمايله واتكلم مع كابتن عبد الواحد السيد ان هو عايز يجي يتدرب في جيم نادي الزمالك. طبعا اتقابل مع اللعيبه ومع شيكابالا، مفاوضات رسميه تمت بين مسؤولين نادي الزمالك وبين طارق حامد قولا واحدا، انا سالت لا مفيش، ما حصلش. لكن مفاوضات تمت بين لعيبه من ضمنهم شيكابالا وزيزو نفسهم ان طارق حامد يرجع، ده تم بصوره وديه، وطارق حامد قال لهم ان انا حابب ان انا ارجع لنادي الزمالك، لكن هو عقده مستمر موسم كمان، فقال ان انا حابب ان انا ارجع السعودي. في الدوري السعودي. فهو شايف ان هو لو في رغبه من مجلس اداره نادي الزمالك، مجلس اداره نادي الزمالك انا بقول لك مرحبين ان طارق حامد، وهم قالوا لي مين يرفض طارق حامد؟ لعيب هيبقى مؤثر. طب والمقابل جدا. المادي، المقابل المادي هيبقى انت لو طارق خلص نفسه هتبقى الموضوع سهل شويه، لان طارق المشكله انك هتروح تفاوض النادي السعودي هتدفع بالدولار، هتبقى في مشكله كبيره، يمكن دي الصور بتاعه طارق. لكن المقابل المادي طارق موافق ان هو يخفض المقابل المادي، لان هو باقي له سنه 2 3 ايا كان الفتره اللي هيستمرها، هو حابب ان هو يختم في نادي الزمالك ويكمل مسيرته حتى بعد الاعتزال في نادي الزمالك، وده اكده لزيزو وشيكابالا لما اتكلموا معاه. فطارق حامد يمكن هو مرحب، مجلس اداره نادي الزمالك ما دخلش في مفاوضات رسميه، لكن كان في جس نبض، لو طارق قدر يخلص نفسه من النادي هيبقى الموضوع سهل ان شاء الله. مركز الجناح عشان بس نختصر، يسري وحيد نادي الزمالك هيبعت عرض رسمي خلال الفتره اللي جايه لنادي طلائع الجيش ان هو يضم يسري وحيد، خصوصا ان كان في شويه مشاكل ماليه او مستحقات ماليه من عمرو السيسي وحتى تفعيل عقد محمد شحاته، كل ده اتدفع. فاذا الموضوع العلاقه جيده جدا مع اداره طلائع الجيش، فهيتبعت عرض رسمي ليسري وحيد. جوميز شايف ان اللعيب ده من افضل اللعيبه اللي بتلعب في مركز الجناح، المهاجم هو اخر حاجه يمكن اللي عليه جدل كبير. حسام اشرف اعتبره رجع نادي الزمالك خلاص، وهو مهاجم البلديه، مهاجم البلديه ومعار طبعا وهداف الدوري. هم شايفين ان هو مهاجم مميز جدا وهيرجع في فتره جايه. احمد ياسر ريان جوميز موافق مبدئيا ان هو يجي، انا سمعت ان هو الوحيد اللي عاجبه في الدوري بالظبط، يمكن هو اتعرض عليه حسام حسن سموحه، اتعرض عليه محمد شريف، اتعرض عليه ناس كتيره جدا ما وافقش، لكن هو قال ان احمد ياسر ريان خامه مهاجم كويس رقم 9، فهو موافق عليه. لكن لسه الزمالك ما دخلش مع اداره سيراميكا بشكل رسمي، لكن هو طالما المدير الفني موافق اذا هو تارجت اساسي لنادي الزمالك. احمد حمدي يمكن في حته برضه تفصيله مهمه جدا، في مهاجم افريقي محترف في نادي مونتريال الكندي كان بيلعب مع احمد حمدي، اتعرض من احد وكلاء اللعيبه على اداره نادي الزمالك، فسالوا احمد حمدي عليه لانه كان زميله في مونتريال، واحمد حمدي اشاد بيه بشكل كبير جدا. بدا فريق السكاوتنج ان هم يجمعوا معلومات عليه، وممكن ده يكون الصفقه اللي بتدعم مركز المهاجم لنادي الزمالك في الفتره اللي جايه. نروح للغز شيكابالا، شيكابالا حتى الآن لم يعود لفريق نادي الزمالك، إيه السبب في طول مدة الغياب؟ يمكن شيكابالا انباء كتيره في الكام ساعه اللي فاتوا ان شيكابالا مهدد بالاعتزال، وان شيكابالا جسمه لا يستجيب للعلاج، وده يمكن انا شايف ان الجدل ده طبيعي، لان شيكابالا يمكن اتصاب 26 ابريل قبل مباراه دريمز لو نفتكر في غانا، وكان كلام الدكتور محمد اسامه ان الموضوع شهر شهر ونص واللعيب هيرجع، احنا دلوقتي عدينا 70 يوم تقريبا، اكتر من شهرين وشيكابالا ما رجعش. سالت سواء الجهاز الطبي للزمالك او حتى طبيب بره نادي الزمالك، لان خلي بالك الدكتور النادي مش هيقول لك عمره ان لعيب مهدد بالاعتزال او ان لعيب، فانا خدت الرايين عشان يبقى معايا المعلومه الاكيده. اتقال ان اي لعيب، اولا الاصابات العضليه غير الاصابات العظام، يعني العظام اي حد مثلا ايده بتتكسر يقول لك ده هيتجبس 21 يوم 23 خلاص دي متحدده.
الاصابات العضليه بتعتمد على ثلاث حاجات، الثلاثه مش في مصلحه شيكابالا، اللي هم اولا سن اللعب، ثانيا طريقه لعب اللاعب، يعني اللعيب اللي بيعمل فنتات كتيره ولاعيب مهاري وبيغير اتجاهاته، ده كله بيبقى تحميل على عضلات الرجلين. ثالث حاجه التعجل في الرجوع قبل الشفاء 100%. الثلاث حاجات مش في صالح شيكابالا قوي، ده يمكن اللي طول المسافه شويه، ان شيكابالا اولا سنه متقدم شويه، فده بيخلي العضلات انها ترجع الريكفري اصعب واطول، اصعب بشكل كبير جدا. ثانيا طريقه لعب شيكابالا وتغيير اتجاهاته والكلام ده طبعا برضو بيبقى حمل زياده على العضلات، وان شيكابالا مستعجل ان هو يرجع، الثلاثه دول طولوا شويه. لكن شيكابالا انا بقول لك بشكل كبير جدا في مباراه طلائع الجيش، يعني ممكن يعدي مباراه الاسماعيلي، شيكابالا هيكون موجود، ما عندوش اي اصابه خطيره، هي التاخر ده طبيعي وفقا لراي الدكاتره. اخيرا شكل الدوري يا استاذ محمد، يمكن ناس كثيره بتتكلم الدوري القادم، طبعا احنا عارفين خلاص ان هو موسم استثنائي، لكن الناس بتتكلم دوري بلجيكي مجموعتين. انا جايب لك التصور النهائي اللي حطته لجنه المسابقات وعرضته على رابطه الانديه، وفي اجتماع هيتم اخر الشهر ده هيكون بمشاركه كل الانديه عشان يعرضوا عليهم التصور اللي انا هقوله لحضرتك دلوقتي. اولا دوري مجموعتين مرفوض تماما. ايوه. رغم ان هيتم في مشكله على الموضوع ده، لان اولا اللي هيحضر الاجتماع اكتر من واحد او 21 نادي تحديدا، مش 18، لان الثلاثه اللي صاعدين اتحددوا لسه، الهابطين طبعا ما تحددوش، فهيحضر كل الانديه المهدده بالهبوط. دلوقتي في اتصالات بينها وبين بعض ان هم يعملوا دوري مجموعتين السنه الجايه ويلغي الهبوط، بحيث ان ايه يضمن ان هو ما ينزلش السنه دي. وانا بقول لك الاقتراح ده هيترفض. الاقتراح اللي استقروا عليه وهيعرضوه على رابطه هيعرضوه على الانديه، هيكون دوري من دور واحد 17 اسبوع، وبعد كده الثمانيه اللي فوق اولا هيصعدوا كلهم بنقطهم، وده كان طلب من النادي الاهلي تحديدا لرابطه الانديه، ان اللي هيصعد يصعد بنقطه، ما تضيعش عليا المجهود اللي انا عملته في ال 17 مباراه اللي فاتوا، هيصعدوا بنقطهم. هيكون الثمانيه اللي فوق هيلعبوا برده من دور واحد، ثمانيه ولا 10؟ ثمانيه فوق و10 تحت. 10 تحت. الثمانيه اللي فوق هيلعبوا دوري من دور واحد على تحديد البطل، واول اربعه هيروحوا البطولات الافريقيه، وال10 اللي تحت هيلعبوا على تحديد الهابطين. كده احنا بنتكلم في 7 و17 يبقى 24 اسبوع، من 34 يبقى انت وفرت 10 اسابيع، وده يمكن اللي هيساهم في ان انت تتجاوز الازمات الموجوده في الدوري المصري. يا استاذ محمد نورت الدنيا. شكرا جزيلا. كل الشكر ليك، كل الشكر لنقدنا الرياضي الكبير استاذ محمد البنهاوي. فاصل ونستقبل نجومنا الكبار كابتن طارق السعيد وكابتن حسن مصطفى، خليكم معنا. بنجدد الترحيب بحضراتكم مره ثانيه، وبنرحب بنجم مصر كابتن حسن مصطفى. كابتن حسن اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله، ربنا يخليك. هو قلق منك ولا ايه؟ تقريبا قلق منك كابتن طارق، اديته جامد المره اللي فاتت. كابتن طارق داخل علينا ان شاء الله ينضم الينا في الفصل القادم. ان شاء الله. اخبارك ايه يا كابتن حسن؟ كله تمام الحمد لله، كله تمام، ربنا يخليك. عايز اعرف رايك في الازمه الدايره دلوقتي ما بين اتحاد الكوره والنادي الاهلي ونادي بيراميدز، وخلينا اقول لحضراتكم ونستعرض مع بعض الوضع حتى الان. انه في ازمه كبيره جدا لسه لغايه دلوقتي محدش عارف يحلها. الوزير اللي بنبارك له طبعا دكتور اشرف صبحي على تجديد الثقه من القياده السياسيه بوجوده كوزيرا للشباب والرياضه، بيحاول يحل الموضوع. ميكالي طبعا يعني مش متعصب، ميكالي بص راسه بتخبط في السقف، لان يقول لك انا اللي بشوفه ده اول مره اشوفه في حياتي، لان الاهلي بعت خطاب رسمي قال ان هو موافق انه يبعت الثلاثه اللي هم في السن، اللي هم كريم الدبيس وحمزه علاء وكوكا وامام وعبد المنعم، رفض. لما عرف ان بيراميدز مش هيبعت ابراهيم عادل تحديدا غير بعد ماتش الاهلي وبيراميدز، قال لك لا واشمعنى انا كمان. فما فيش حد حل لغايه دلوقتي الموضوع. رايك ايه في القصه دي؟ والله انا شايف ان الموضوع بسيط، يعني حتى معلش ممكن يكون بيراميدز يعني عندهم ابراهيم عادل، فده لعيب مهم جدا بالنسبه لهم الفتره اللي فاتت دي، لان هو من اللعيبه الاساسيه، من الاعمده الاساسيه اللي موجوده. هل الثلاثة اللي موجودين مع النادي الاهلي موجودين من الاعمده؟ لا مش من الاعمده. ارد نيابه عن النادي الاهلي؟ الرد اللي اتقال اتحاد الكوره قال لك يمكن احتاجهم. اكيد ممكن، يعني كلامك مظبوط ان انا احتاجهم، ان مثلا لو حد نتكلم كلام بلاستيك ولا كلام على الارض الواقع؟ لا على الارض الواقع. الوحيد اللي الاهلي ممكن يحتاجه كوكا. بالظبط. الدبيس ده يعني ده الراجل، لا كان ناقص يلعب عم حارس باك شماله، ما يلعبش الدبيس. بالظبط. حمزه علاء بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، عندك الشناوي وعندك شوبير من رابع يعني المستحيلات، ان دي صعب يعني صعب. الوحيد اللي ممكن يحتاجه فعلا هو كوكا. بالظبط كده. فهي النقطه، احنا دلوقتي عندنا منتخب مصر، انت عندك منتخب الاولمبي، انت لازم تودي اللعيبه، بس ايه المشكله لما تاخد هدنه؟ يعني انا شايف ان الامور بسيطه، لان في الاخر انت كده النادي الاهلي
الفترة اللي جاية أنت عندك لعيبة كتير قوي أساسية، لعيبة كتير قوي أنت بتعمل لها روتيشن، لعيبة كتير قوي موجودة، مش هتعتمد على اللعيبة دي. أنا من وجهة نظري حتى كوكا مش هتعتمد عليه الفترة الجاية، لأن أنت حتى لما بتيجي في الماتشات اللي فاتت ديت لا إما السولية لا إما ديانج لا إما إمام لا إما قفشة لا أكرم ومروان ماشيين كويس جدا، فأنت عندك الحتة ديت مليانة. فإحنا مش عايزين نصعب الأمور، يعني عايزين نسهل الأمور أسهل من كده. وإيه المشكلة إن أنا أدي للراجل التلات لعيبة دلوقتي الفترة ديت، ونأخر لنادي بيراميدز مثلا ابراهيم عادل الماتش دوت، لان في الاخر هو هيروح، ما هو بعد كده في ماتشات تانية مش هيبقى موجود معاهم. ايوه انت كمان عندك الفرصه ان انت ما توديش امام ولا تودي اي لعيب تاني من الاهلي. وده حصل فعلا على فكره، امام اترفض رفض عبد المنعم، لا رفض ولا اترفض، الاهلي رفض اترفض من يعني الاهلي رفض انه يبعته. بالظبط كده، امام وعبد المنعم، وبعد كده كمان ياسر ابراهيم. احنا انفردنا امبارح ان ياسر ابراهيم تم طرح اسمه كبديلا برضه لعبد المنعم، وبرضه اتقال لا مش هنبعت ياسر، احنا نحتاجه. وده برضه منطقي، ده منطقي، ده طبيعي ان انا دلوقتي دي بطوله، انا مش عايز اودي اللعيبه المهمه بالنسبه لي، لان دي حاجه يعني مش يعني بطوله برضه يعني مش 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 هيتوقف اللعيب، مش هيتوقف في الدوري ولا يحصل له اي مشكله. لا انا دلوقتي عايز اللعيب ده اوديه اوديه، مش عايز اوديه ما اودهوش. فدي انا شايفها الموضوع كده يعني يعني انت ممكن تودي اللعيبه بتاعه السن يروحوا واللعيبه الثانيه ما توديهاش. دي من وجهه نظري يعني. طب بتشوف فكره ان حد يقول لك، طب حد من الجمهور يقول لك طب ما اشمعنى بيراميدز، طب ما انت هتسيب ابراهيم عادل لبيراميدز لغايه لما يلعب ماتش الاهلي. لاني معلش انا برضو يعني انا ابراهيم عادل لعيب اساسي عندي، لعيب مهم عندي، ايه المشكله اما اديله الفتره ديت؟ هو في الاخر هيلعب الماتشين وبعد كده هيروح يلعب مع المنتخب الاولمبي. هو لو هو مش هيروح، انا معاك في النقطه ديت، ازاي ما يروحش ما يروحش البطوله وما يروحش كذا. احنا عايزين نسهل الامور، لان اساسا هي متعقده، هي اساسا الدنيا ماشيه بالعافيه، الدوري ماشي بالعافيه، تنظيم وحش، الحكام عندها مشاكل، ده عنده مشاكل، كل الدوري كله بيشتكي، كله عايز يسحب مش عارفه كذا، كله بيبقى متضايق. ما احنا عايزين نخلص الموسم دوت، علشان نخلص من الموسم ده علشان ان شاء الله باذن الله نشوف الموسم الجديد هيتعمل ازاي، هتعمل مجموعتين ولا مجموعه واحده، رايح جاي ولا ماتش واحد، ولا الاقتراحات اللي هي عمالين نسمعها. وفي الاخر علشان نخلي الموسم بعد كده يبقى فيه انتظام، علشان اللعيبه ما تجهدش، علشان ما يبقاش عندنا مشاكل مع منتخب مصر في موضوع الاجهاد، او مع النادي الاهلي ونادي الزمالك والناس اللي بتخش البطولات في افريقيا وكده. طيب قبل ما نسيب الجزئيه دي، بصوا يا جماعه عشان احنا متعودين بنتكلم مع بعض يعني ايه على الدغري وعلى الابيض، الموقف ده في عدم ارسال الاهلي لاعيبته اللي هم كريم الدبيس وحمزه علاء واحمد كوكا الا بعد ماتش بيراميدز اسوه ببيراميدز، الاهلي غلطان فيه بنسبه 100% من ساسه لراسه، عشان نقول الكلام الحق والكلام اللي يرضي ربنا. انا امبارح اتكلمت وقلت على عبد المنعم وامام عاشور حق الاهلي، مش اجنده دوليه، والاهلي محتاجهم عنده مسابقه دوري. وانا اصلا انا كابراهيم قناعتي الشخصيه بقول لك انه كل جيل يروح بالجيل بتاعه، ما بقاش انا عندي جيل طلع وصلني اولمبياد وبعدين اروح اجيب لعيب كبير يلعب مكان مثلا حارس مرمى ولا باك يمين ولا ولا ولا، ليه بكسر ليه الراجل ده اللي طلع ووصلني اولمبياد؟ ما تشوف اسيب الجيل ده ياخد فرصته عادي يعني، ما كل جيل في كل حته في الدنيا بياخد فرصته، وياما اخذنا لعيبه كبيره وما عملوش حاجه. بالظبط. وكل فرنسا نفسها اللي هي منظمه الاولمبياد امبابي مش رايح، وضربت امثله كتير امبارح، بس اللعيبه الكبيره شيء واللعيبه اللي من ضمن قوام المنتخب الاولمبي شيء تاني خالص، خاصه ان الاهلي ارسل خطاب رسمي انه ما عندوش مشكله انه يبعت الثلاثه اللي هم الدبيس وحمزه علاء وكوكا، كان اعتراضه على امام عاشور وعبد المنعم، وبعد كده اعتراضه بقى على ياسر ابراهيم لما تم طرح اسمه. خلاص؟ طب حد يجي يقول لي طب ما اشمعنى ابراهيم عادل؟ لانه ببساطه شديده ابراهيم عادل واحد من القوام الرئيسي اللي بيلعب ورجليه في الملعب مع بيراميدز، فهو معتمد عليه. وبالنسبه لميكالي بالعكس، ده هو انه يكون بيلعب وماتشات الدوري شغاله وموجود طول الوقت، ده بيجهزه اصلا لميكالي. لكن ميكالي لكن مثلا بيراميدز ما عندوش مشكله انه يودي محمود صابر، هو قصته كلها ليه محمود صابر ما بيشاركش بشكل كبير زي ابراهيم عادل وعنده بدايل ليه؟ نفس القصه لو جيت طبقتها بنفس المزوره ونفس المسطره على الاهلي، كريم الدبيس زي ما كنا لسه بنتكلم، الراجل كان ناقص يلعب الدكتور احمد جاب الله وما يلعبوش، ما بيلعبوش ولا بيشمموا النجيله.
نفس القصة حمزة علاء من سابع المستحيلات انه يشارك وموجود الشوبير والشناوي وبعديه شوبير ربنا يحفظهم ويحميهم. الوحيد اللي فيه نسبة انه ممكن يشارك ونسبة لا تتعدى 10% مع وجود امام عاشور ومروان عطية واكرم توفيق وعمرو السولية وديانج وكل اللعيبة دي هو كوكا. فهنا انت لازم تعلي المصلحة الوطنية للمنتخب، راح يلعب اولمبياد فاللعيب ده مش بيشارك فمش هيستعد، فالافضل انه يخش المعسكر اللي المفروض يبتدي بعد بكره بتاع منتخبنا الاولمبي عشان يستعد للاولمبياد. فهنا القياس ما بين بيراميدز في ابراهيم عادل وما بين الاهلي في الدبيس وحمزه علاء وكوكا قياس غير صحيح وغير امين وغير موضوعي وغير منطقي في وقت احنا المفروض نساند فيه المنتخب ونساند فيه الجهاز الفني اللي طبعا مكالي بيقول لنا يا جماعه انا بشوف العجب، انا بشوف اللي عمري ما شفته في الدنيا، انا بشوف حاجه عمرها ما حصلت في اي حته في العالم ان المنتخب مش عارف يلم لعيبته. تقول لي بقى ده سببه كمان ايه؟ سببه ان انت ما عندكش شخصيات قويه في اتحاد الكوره، شخصيات مش عارفه تمشي كلمتها على الانديه. بقول لك على الابيض وعلى الدغري مش عارفين يمشوا كلمتهم على الانديه، الانديه اقوى منهم مش عارفين ياخدوا حقهم كاتحاد وطني. اصلا المسابقات دي كلها معموله والانديه دي كلها معموله عشان تخدم منتخبات مصر، فهم مش عارفين ياخدوا حقهم وقاعدين بقى دلوقتي ايه، طب سيب ده، طب خد دي، طب شيل الواد، طب هات البيت، طب شيل الواد من الارض، ادي الواد لابوه، طب ناجل الدوري. وعلى فكره اللي بيقول لك طب ليه ناجل الدوري، يعني انتوا كنتوا بتاجلوا الدوري عشان الانديه والزمالك والاهلي يلعبوا في بطولات افريقيا ومستخسرين ياجلوا عشان منتخب مصر؟ يعني ده الحيطه المايله اللي هو اصلا المفروض هو قبل اي شيء بما فيهم الاهلي والزمالك وكل انديه مصر. دلوقتي بقى هو ده المشكله، هو ده اللي هيخرب الكره المصريه وهيبهدل الكره المصريه، ده كله عشان احنا مش عارفين نمشي كلمه الاتحاد او الناس اللي في الاتحاد مش عارفين يمشوا كلمتهم اللي هي في صالح الـ يعني الكره المصريه وصالح المنتخبات على الانديه، اللي الانديه اقوى من الاتحاد ومفيش حد عارف بالبلدي كده يملى عين الانديه ويمشي كلامه عليهم. ده المختصر المفيد في القصه دي كلها يا كابتن حسن. لا اسقف لك صراحه. لا الله يكرمك ويحفظك والله. يعني شايف اللي انا بقوله ده هو ده الواقع ولا في حاجه مختلفه؟ ده الواقع عشان نبقى بنقول للناس اللي يرضي ربنا. لا لا ده الواقع بجد، ودي الحاجات اللي هي مفروض اساسا ان الانديه تتفق عليها. يعني انا دلوقتي عندي ثلاث لعيبه، انت الاثنين الكبار بتوعك انت مش عايز توديهم او الثلاثه الكبار مش عايز توديهم على عيني وعلى راسي، وفعلا المنتخب الاولمبي لازم اللعيبه اللي وصلت اللي وصلتنا هي اللي تروح، مع احترامي لكل اللعيبه اللي موجوده، في لعيبه كتير جدا راحت المنتخب الاولمبي ما عملتش اي حاجه فعلا. فهي دي النقطه، انت دلوقتي عندك لعيب عنده عمود اساسي في نادي بيراميدز، هم حاسين ان هم قربوا من الدوري، حاسين ان الامور بدات تقرب، ايه المشكله اما تسيبه ماتش ولا ماتشين؟ وعلى فكره يا كابتن حسن هو هيلعب كماتش. لا وبعدين برضو في نقطه مهمه، هي بوجهه، هي اصل الموضوع ده ليه شقين، شق من وجهه بيراميدز وشق من وجهه مكالي. وجهه بيراميدز ان هو بينافس على الدوري فمحتاجه، ووجهه نظر مكالي هو انا لو عندي لعيب شغال ورجليه في الملعب وبيلعب كوره طبعا بعدين ماتشات، بالعكس ده هيرجع لي فايق ومكسر الدنيا، غير لما يكون لعيب اصلا مش بيشارك فانا لازم ادخله معسكر. خلي بالك انت اللعيب لما بيلعب ماتشات غير ان انت تلعب مباراه وديه بالظبط كده، دي حاجه فهي غير لما كمان تتمرن. ما هو عشان كده قال لك سيب يعني ابراهيم عادل وهات صابر، هات لي صابر. خلي بالك كمان هو بالنسبه له ده اهم لعيب في المنتخب الاولمبي ابراهيم عادل، يعني هو كمان هيلعب مع نادي بيراميدز ويبقى قلقان جدا ان اللعيب يمكن يتصاب. يعني لان انت ابراهيم عادل في البطوله اللي فاتت ديت هو ما شاء الله احسن واحد، صح. هو واثنين ثلاث لعيبه كده كانوا مميزين جدا، صحيح. جدا جدا يعني في البطوله، وكان عامل مباريات كويسه وعامل اداء كويس جدا، وحتى جاله عقود احتراف وناس كتير اتكلمت، ولما رجع على عقده جدا جدا مع نادي بيراميدز بعد ما وجدد. فالماتشات ديت يعني انا يعني عارف عايز اقول لك على حاجه، انا لو انا مدير فني هبقى قلقان ابراهيم عادل يلعب في البطوله في الدوري ممكن يتصاب ولا كده، بس في الاخر انا عايزه يلعب بالظبط، انا عايزه يلعب عشان في الاخر يجي لي جاهز، صح. بس هي دي النقطه. نطلع لفاصل ويكون داخل لنا واستقبلنا كابتن طارق السعيد، خليكم معانا. كابتن طارق الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. لا التاخير مش من عندي ها. لا ولا بس هو خايف كان قلقان شويه. انا هو احنا حتى هو داخل تحسه كان مخطوف كده شويه. انا خايف قوي منه. تحسه كان مخطوف شويه كده وهو داخل. عشان انا قلقان ومرعوب. ماشي. اخبار يا نجم واصل؟ تمام يا بابا. كله تمام؟ تمام يا ايمان والله. قول لنا رايك في موضوع الازمه الدايره دلوقتي ما بين المنتخب الاولمبي وبيراميدز والاهلي. اولا
يعني انا شايف ان كلنا بنلعب، وقلنا الاسبوع اللي فات يا كابتن حسن احنا بنلعب عشان خاطر منتخب مصر. ايوه دورينا ده كله اللي احنا شغالين فيه وبنعمل كل ده عشان المنتخبات. هترجع تقول لي ان هي مش تحت الاجنده الدوليه. طيب اللعيبه بتاعه المنتخب الاولمبي اللي اشتغلوا وتعبوا في التصفيات وعملوا اقصى ما عندهم عشان يوصلوا شرف لاي لاعب ان هو يلعب اولمبياد. اولمبياد وكاس العالم ده اعلى ليفل في كرة القدم. أيوة. فأعتقد كابتن حسن وأنا كان نفسي نلعب أولمبياد وكاس عالم، لأن حاجة زي دي ممكن ما تحصلش ما تتكررش غير مرة واحدة في العمر. عدم يعني يعني خلينا نتكلم عن النادي الأهلي إن هو مش عايز يودي اللعيبة، أنا معاه في اللعيبة الكبار. لكن اللعيبة اللي تعبت واللي اشتغلت أنا مش معاه فيها. طيب هرد عليك بمنطق أو بطرف الغائب. طب إشمعنى بيراميدز؟ ما هو بيراميدز للاسف ابراهيم عادل بيلعب اصلا لاعب منتخب اولمبي لعيب صغير. ماشي ومعاه مين تاني سابق؟ اعتقد برضو المعلومه المؤكده السن. تاني بقولها لحضراتكم هو عشان دي معلومه مش راي شخصي، المعلومه المؤكده اللي احنا تاكدنا منها قبل الهواء بدقائق من مصدر رسمي في الاتحاد المصري لكره القدم ان روجيرو ميكالي مدير الفني لمنتخبنا الوطني الاولمبي كان يرغب في ان كل اللعيبه تكون معاه من بدايه المعسكر يوم 5/7. لما طلب منه استثناء ابراهيم عادل فقط وافق عشان ابراهيم عادل عنصر اساسي بيشارك مع فريق بيراميدز، لكنه رفض تمرير الاستثناء ده او سحب الاستثناء ده على لعيبه اخرى خاصه لو لعيبه لا تشارك بصفه اساسيه. ده الوضع اللي اتقال لنا بالحرف من مصدر رسمي داخل الاتحاد المصري لكرة القدم. ده حقه بس في نقطة بيشتغل الأهلي، إدارة الأهلي وجمهور الأهلي مستند إلى إيه؟ إلى إنه إشمعنى لو في نظام طبقه على على فكرة أنا رأيي زي لسه قايل قبل ما أنت تخش إنه طالما حد بيلعب وضعه مختلف كمنطق تمام، ولكن برضه إحنا بنقول وجهة النظر الأخرى الخاصة بجمهور الأهلي والخاصة بإدارة الأهلي وهي إنه إشمعنى طالما في نظام طبقه على الكل. هو مين لعيبة النادي الأهلي؟ كريم الدبيس وحمزه علاء وكوكا. حمزه علاء وكوكا التلاته بيلعبوا، كوكا بيلعب على فترات. جبت فؤاد او عمر كمال يجي يلعب باك ليفت، يعني هو اصلا مش في دماغك او هو الدبيس بالنسبه له الاختيار التالت او الرابع. صح ولا لا؟ بعد علي معلول. اذا انت راجل هتفيده فنيا وهيستفاد فنيا في النادي الاهلي ان هو هيرجع يلعب ماتشات تاني. دي اول. كوكا بيلعب على فترات، ديانج رجع، عمرو السوليه بقى ماشي كويس، امام عاشور، عندك خيارات كتير. يبقى ليه ما وديش اللعيبه دي للمنتخب؟ حمزه علاء الحارس الثالث، مصطفى شوبير موجود وموجود مع طبعا الشناوي. طب انا دلوقتي اللعيبه دي عايز تستفاد فيه منها احترافيا، هو ده المجال اللي يقدر اللعيبه دي تتشاف عشان الاحتراف. يجي لهم عقود كبيره. انا وجهه نظري النادي الاهلي التعنت بالنسبه للمنتخب اللعيبه الصغيره بالذات، انا قلتش اللعيبه الكبيره، اللعيبه الكبيره ده حقه وحقه ان هو يتكلم، لكن احنا في الاخر بنلعب عشان منتخب مصر. طيب في وجهه نظر تانية ممكن تقول لك ايه؟ تقول لك انا من مصلحتي كاهلي وانا بنافس على بطوله الدوري ان انا افقد بيراميدز عنصر اساسي مهم عنده زي ابراهيم عادل ما يلعبش. ايه رايك يا كابتن حسن؟ لا بس انا عايز اقول لك حاجه صراحه، الغلطه كلها بسبب المدير الفني. يعني انت المدير الفني كان مفروض، يعني لما انا دلوقتي لما انت قلت الخبر دوت انا في حته اتضايقت منها. انت دلوقتي خلاص انا بقى خلاص انا دلوقتي باجي انت كده بتعمل بميكيالين ان انت دلوقتي هتودي ده هنا ومش هتودي ده هنا. حتى لو انا مش عايزه عشان برضو اما لو الامور كانت ماشيه عموما كده ان احنا لا ده ممكن يروح وده يجي وده كده، ممكن الاهلي لا يتنازل شويه النادي الاهلي ان الثلاثه كده هو مش محتاجهم والراجل ان النادي بيراميدز محتاجهم يعني. فهي دي النقطه، انت كده كده بتعملوا مشاكل لنفسكم وبعد كده تقعدوا تقولوا ايه احنا عايزين نحل عايزين نحل عايزين نحل. هي دي النقطه. ابراهيم عادل راجل اساسي في نادي بيراميدز، من الاعمال الاساسيه مؤثر في بيراميدز، بس في الاخر انت اللي عملت لنفسك المشكله دي. كنت انت ممكن تقول طب خلاص انا اجل المعسكر يومين ثلاثه عقبال ما يخلص الماتش. اجله فين؟ ده هو المعسكر 5 ماتش الاهلي وبيراميدز يوم 12، اجله 8 ايام؟ لا يعني اللي هو انا هجيب كان ممكن اعمل معسكر مفتوح او ان انا اخد المعسكر دوت واسيب ناس واعمل كذا، اقول للناس ان انا مثلا هسيب لكم دولت. بص يا كابتن حسن انا شايف هو كان لازم يحسمها،
بالظبط، لا اما اخد اللعيبه كده، ناخد اللعيبه تتكلم تقول الكلب ميكالي اللي كابتن حسن بالظبط، اصل في الاخر هتيجي تقول انت كده بتعمل ميكالين، انت بتقول لي انا اصلا في الاول الحوار انا كنت فاكر ان هو لسه دردشه ولسه كده، لا ده في معسكر وفي كذا، لا انا اخد اللعيبه بتاعتي. هو لغايه دلوقتي هم مش قادرين يعلنوا اي حاجه ولا يتكلموا، حتى مش قادر يعلن القايمه بالظبط، صح، لان هو لسه أقول مش مثلاً عارف طب خلاص على فكره حتى اللعيبه الكبار اصلا خلي بالك يا ابراهيم، انا قلت نقطه كده قلت في اول الكلام برضو، انا كمدير فني كابتن طارق ابقى قلقان برضو، انا عايز اللعيب يلعب طبعا، طب افرض صار دي مشكله برضو. طب افرض ابراهيم عادل اتصاب، بس دي حاجه قدريه يعني يا كابتن حسن، لا حاجه قدريه، ما ممكن يتصاب في التمرين، انا بتكلم لا، بس انا يعني انا كمدير فني ممكن ابقى قلقان ان انا اوديه يتصاب، فانا لازم انا كمدير فني، انت قصدك ان احنا فكره المنطق ده ما ينفعش معانا، احنا معانا لازم تحط انت لازم ومسير على الكل وتمشي على الكل، لا اما تقول انا خلاص هعمل هلم المعسكر بتاعي يوم 5 هسيب للناس ديت لغايه يوم 12 واجيبهم يوم 12 يبقى انت راجل عارف انت عايز ايه اساسا من النقطه، ما تقعدش تسيب الامور سايبه، انت كل ما هتسيب ما انت خلي بالك من النقطه برضو، ما هو انت زي ما انت بتتكلم كده، طب ما ممكن نادي تاني يقول لك طب وش معنى ابراهيم عادل ولعيبه الاهلي، طب انا كمان مش هودي لعيبتي غير لما اخلص، لا ما أنا مش عندي هيقولوا، انا عندي ماتش، الانديه الثانيه الانديه الثانيه اللعيبه الثانيه ما بتلعبش يعني، ممكن نادي الزمالك ممكن يقول لان عنده عبد المجيد عنده لعيبه ومحمد شحاته، محمد شحاته لعيبه مهمه عنده برضه لعيبه مهمه بالظبط، عشان كده كابتن حسن الحسم انت خلي بالك ممكن تكون الامور ممكن الزمالك يجي يقول لك لا خلاص انا عايز انا كمان اشمعنى انا كمان، فهتبقى الامور كده، انت اللي اديت للمجال الحوار ده كمدير فني هو الغلطان، انا من وجهه يعني انا لما انت قلت الخبر ده لا هو الغلطان، احنا اول مباراه رسميه امتى؟ حاجة و20 24 تبقى او 23 23 24 لما استنى لغايه يوم 12 واللعيبه تلعب مباراة الاهلي وبيراميدز واخدهم بعد كده في المعسكر، ايه المشكله؟ ما هو ممكن يكون عايز برضو يشتغل مع اللعيبه، ياخد فتره معسكر يحفظ اللعيبه يشتغل معاهم برضو، عايز فتره اولمبياد برضو مثلا، ابراهيم عادل راجل اساسي وبعدين خلي بالك هو عنده ماتشين وديين، عنده ماتش يوم 14 يبقى كده خلي كل فرنسا يبقى نادي الزمالك يخلي الاثنين يلعب 14 و17 اوكرانيا والعراق، انت خليك كل الانديه كده يبقى عندها سبب، سبب يقول لك اشمعنى انا؟ اشمعنى؟ نادي الزمالك هيتكلم ويقول لك انا عندي ثلاث لعيبه مؤثرين وعندي نادي الزمالك ما بيلعبش على بطوله الدوري، لكن هيقول لك لا انا عندي لعيبه مؤثره وعندي غيابات كتير وعندي بالزبط. اصابات، هيقول لك لا انا عايز اللعيبه دي تكون موجوده، هي الحسم انا شايف لازم احسم كمدير فني. طب انتوا رايكم الدوري يتاجل تاني؟ خلي بالك ده طرح وارد جدا جدا جدا، ونخلص امتى؟ في شهر 10 ونبدا، انت عيد ميلادك امتى؟ لا 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 انا 10 10 10 عيد ميلادك في شهر 3، لا لا انا في شهر 3 12 بقى يبقى انا لا اله الا الله يا جماعه اه والله بجد ده طرح على فكره وارد، بس الطرح بشكل كبير جدا خلي بالك هيعمل لنا مشكله للموسم اللي جاي، وهنقعد نقول يا جماعه لازم موسم استثنائي ولازم نلعب تاني بشكل تاني، يا جماعه احنا حاليا دلوقتي في مشكله كبيره لابد من الحسم فيها من مدير فني واتحاد الكوره، يا جماعه انا عندي 1 2 3 وتدخل انت 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 دي مش دي وتدخل معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي ان هو يكون ليه راي في هذا الموضوع، طبعا الدكتور اشرف صبحي رايه الاول ان هو اللعيبه لازم تروح منتخب مصر أي. بس اللوائح بتقول ان هم ممكن ما يروحوش لكن في النهايه انا شايف ان احنا لو سيبنا اللعيبه ليوم 12 ولعبوا المباراه وبعد كده يروحوا مع المنتخب ولهم بيعملوا معسكراتهم ويعملوا الماتشات الوديه، اعتقد ده افضل حل في الفتره دي. طيب نروح لنادي الزمالك، كابتن حسن بتشوف خسائر الزمالك اكتر ولا مكاسبه اكتر من انسحابه وعدم لعبه مباراه القمه؟ لا انا شايف، انا قلت المره اللي فاتت ان هو هو خسر كتير جدا يعني انا شايف كنت اتمنى نادي الزمالك يلعب لان هو معنويا كان كويس، عنده امور كلها كويسه، اخر مباراه كان كسبان النادي الاهلي، واخد البطوله الكونفدراليه، حتى لو كان عنده مشاكل في الدوري ماتشات الاهلي والزمالك ديت بتبقى حاجه لوحديها حتى لو انت بعيد، يعني انا مثلا كنت ساعات في اوقات كتير وانا في النادي الاهلي رايح اقابل نادي الزمالك عامل حسابه وحاسس ان انا ممكن اتغلب ويحصل لي مشكله، لغايه ما بيبقى في المباراه بتبقى في ال 90 دقيقه بتعمل الضغط بتاعك، بتبدا تسيطر على المباراه بتعمل كده، كان نفس القصه لان كمان لعيبه الزمالك حاسس كانوا بيبقى عندهم دفعه قويه جدا وشراسه جدا لانهم عايزين يثبتوا نفسهم للجمهور بتاعهم وللنادي بتاعهم، فعشان كده النادي الزمالك خسر ماديا واعلاميا وخسر، انا زعلان ان هو في الاخر انت لعبت بعد كده طب ما انت كنت خد القرار
والعب والمشكله ايه المشكله؟ تكسب تخسر في الاخر بمباراه يعني، لان في الاخر كل المصريين في الدول العربيه وفي مصر وبره الدنيا كلها بتستنى مباراه زي دي. انا اختلف معاك يا حسن في النقطه ديت، والنادي الزمالك مشكلته انه تاخر في هذا القرار. لو القرار ده من بدري شويه وبعد كده صمد ان هو ما يلعبش بعض المباريات اللي بعدها، انا معاك فيها ان هو ما يكملش يلعب. طيب لكن هو عمل ايه؟ هو عمل لقطه وخد الايه القرار اللي اخده بناء على قرار من مجلس الاداره، ومجلس الاداره مع جماهير نادي الزمالك كان عندها طبعا يعني تعاطف جدا مع مجلس الاداره، لكن مجلس الاداره اللي عمله ورجوعهم يلعبوا تاني مباراه هي دي كانت المشكله. والجماهير ما كانت معترضه على هذا الكلام على فكره. أي. كان نفسهم يكون الاكشن ده يتعمل على فتره طويله علشان يكون في اصلاح للكره المصريه في الفتره اللي فاتت، لكن نادي الزمالك عمل اللقطه على مباراه معينه هي مباراه القمه. أيوة. خسر بعض معنويا وبيخسر حاجات كتير، لكن في النهايه هو عمل موقف اعتقد دوت كان في صالحه علشان الفتره اللي جايه يكون في عدل. في استاذ يا معلش في صالحه في ده صالحه كابتن حسن الظلم اللي هو بيقع عليه اللي حققها الزمالك كابتن طارق في صالحه ايه يعني انا قلت ايه؟ نادي الزمالك بيتعرض لظلم في الفتره الاخيره. نادي الزمالك بيتعرض لبعض التكهنات داخل الملعب من حكام ومن حاجات كتير. انا بقول هو كسب احترام جماهيره، كسب احترامه لنفسه، كسب ان هو جماهيره ما بتروحلوش دلوقتي ما بتروحلوش ليه؟ عشان كان نفسهم ايه؟ كسب احترام عشان نفسهم ايه؟ كان يكمل. طب هو ما كملش، ما انت هي دي بقى المشكله. انت هو اللي بيقوله كابتن حسن ان انت لا كملت القرار للاخر ولا ما اخدتوش خالص، هي دي المشكله يا ابراهيم. هو المشكله ان هو ما كملش. انا مع حسن ان هو ما كملش، لو كان كمل كانت تبقى افضل. ده انا عايز اقول لك حاجه، ده خسر وقفه جمهوره معاه، ده خسر ان جمهوره. خلي بالك نادي الزمالك الفترة اللي فاتت جمهوره كان معلش يعني بيساعده بنسبة كبيرة جدا في المباريات اللي فاتت ديت عشان يكسب ماتشات. حسن اصلا الكرة من غير جمهور ملهاش لازمة. ايوه يعني انت كمان لا، وكمان جمهور الزمالك الفترة اللي فاتت بعد ما جه مجلس الإدارة الجديد دوت بقى موجود بكمية كويسة جدا بيشجعه كده. انت خسرته دلوقتي للأسف. انت خسرته بسبب قرار لا انت درسه ولا يتكمل فيه. نكمل والدنيا تشوفها هتروح فين، وفي الاخر تقول انا في الاخر انا عملت الموقف دوت لا اما كنت لا انا هلعب وهكسب ماديا واكسب معنويا واكسب واكسب في الملعب كمان يعني. فهي دي النقطه. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كمان مع نجومنا الكبار، خليكم معنا. كابتن طارق، بتؤيد استمرار عواد في الزمالك؟ عواد عمل موسم يعني الموسمين الاخرين ماشي بشكل كويس جدا، يعني اعتقد وجوده طبعا هيدي تقل في حراسه المرمى. صبحي جدد ودي حاجه كويسه، لكن عواد لازم يكون موجود لانه حارس مرمى تقيل، عنده خبرات، عنده فنيا جيد جدا. افرض لا قدر الله صبحي حصل له حاجه هيبقى عندك مشكله. يعني لو صبحي هو الاساسي حاليا وبعد كده عواد قاعد، طب ما هو صبحي اول ما اتصاب خلى عواد يلعب، فاعتقد عواد لازم يكون موجود في نادي الزمالك. كابتن حسن رايك ايه؟ لا لازم يبقى موجود صراحه، لان انت ما عندكش حراس مرمى في مصر دلوقتي موجوده يعني. انت حتى الحراس ممكن الصغيرين مصطفى شوبير وحمزه حمزه علاء في النادي الاهلي يعني. فانت مين حارس مرمى موجود مميز في الدوري المصري؟ انا مش شايف يعني صراحه بامانه يعني. بتشوفوا انه في لعيبه طالعه في الزمالك؟ يعني جوزيه جوميز كان ليه تصريح قال لك ان ايقاف القيد بيديني فرصه ان انا اطلع لعيبه جديده واشوف لعيبه جديده. هل الزمالك عنده لعيبه في قطاعات الناشئين مبشره؟ عنده مين؟ مبشره يعني في شبه راشفورد اللي هو نزل لعب المباراه، عمار ياسر اعتقد من المواهب اللي ممكن يكون ليها يعني حظ ان هو يلعب مع الفرقه. بس طالما اللعيب الصغير بالذات حسن لعب كده وانا لعبت كده، تمسك بقى بالفرصه. لان الفرصه ما بتجيش كتير. صحيح. فرصتك في الوقت الحالي لازم تتمسك بيها، خصوصا ما فيش ضغوطات عليك. ايوه. ولا في جماهير ولا في ضغوطات لنتائج ولا مشكله بالنسبه لك. فاي لاعب ناشئ طالع دلوقتي لازم اتمسك بالفرصه واشتغل الشغل بدون ضغوطات. لان اي لاعب طبعا صغير هيتضغط هتلاقي الامور بالنسبه له صعبه. لكن انا شايفه عمار ده لعيب كويس، ممكن يكون عنده امكانيات كويسه هتظهر اكتر كمان في اللي جاي ان شاء الله. لا في الولد كمان اللي هو كان لعب باك ليفت الماتش اللي فات ده، وفي واحد نزل النهارده في نص الملعب. لا نادي الزمالك عنده مواهب كتيره وعنده لعيبه كتيره كويسه، بس هو التوقيت المناسب يلعبوا امتى؟ طب قبل ما نروح للنادي الاهلي،
الزمالك عنده شقلة قضايا بكم ديون غير طبيعية. في ناس كتير بتضحك عليك على الشقلة. اه والله عنده كم فلوس مش طبيعية يعني. ربنا يكون في عونهم بصراحة. ففي بعض الناس بتشوف انه بيع زيزو ممكن يكون حل يخلص الزمالك من كل الديون دي وتقدر كمان تجيب لعيبة كويسة. لا فنيا صعب زيزو يتعوض. صعب يتعوض لان زيزو بالفعل هو نجم الفريق حاليا. هو احد العناصر مش احد العناصر هو العنصر الاساسي بالنسبه لنادي الزمالك كحلول فرديه. لعيب كبير جدا طبعا صعب نادي الزمالك هيفقده وما اعتقدش اللاعب اللي هيجي على نفس مستوى زيزو. كابتن حسن كلام مظبوط يعني. لان انت المشكله كمان مش هتعرف تعوضها. هتحل المشكله يعني انت دلوقتي بعت زيزو حليت المشكله بس يبقى معنى كده ان انت مش هتنافس على البطولات الفتره الجايه. أي. مش هتقدر تجيب نفس الكواليتي بتاع زيزو. مش هتجيب اللعيب اللي بيدي زيزو دلوقتي بقى من كباتن الفرقه بقى بيدي يوجه اللعيبه بقى قائد في الملعب. فالامور صعبه جدا. لازم الامور دي تتحل من مجلس اداره نادي الزمالك. كابتن طارق الاهلي اقرب للدوري؟ لا خالص خالص. لا هو بيراميدز 50-50 50-50 اه طبعا. قلت الاسبوع اللي فات واحنا موجودين معاك مباراتين الاهلي وبيراميدز هي دي اللي هتحدد بنسبه كبيره جدا مين ياخد الدوري. لكن هو 50-50 في الوقت الحالي. كابتن حسن بتشوف الوضع عامل ازاي؟ لا هو دلوقتي انا من وجهه نظري بقت فرصه كبيره لنادي بيراميدز ان هو ممكن ياخد الدوري. بس النادي الاهلي الماتشات اللي فاتت ديت بدا يعني الماتش اللي في الاخراني كسب مكسب كويس. الاصابات بدات ترجع. اللعيبه بقت عندها ثقه ارتاحت من بعد ماتش الزمالك بقت في حاجه كويسه. فلا انا شايف زي ما قال 50-50 بس برضو في الاخر النادي الاهلي بيبقى الدوافع بتاعته اقوى شويه. ايوه شايفين مين ماتشاته اسهل؟ لا بيراميدز. بيراميدز اسهل لما تيجي تبص يعني بيراميدز لو بصينا على الماتش عنده زي عنده الاهلي عنده الاهلي مرتين والزمالك آه. هو عنده الاهلي اللي صعب الزمالك ممكن فاركو بس هو دول والزمالك والاتحاد وطلاع الجيش بس. يعني انت عندك زد والاهلي في وجهه نظر كابتن حسن يعني بيراميدز عنده الماتش الاهلي مرتين عنده اثنين اهلي وعنده زد والاتحاد وفاركو والزمالك سوري او الزمالك دول يعني هو ممكن الزمالك بقى يعمل معانا واجب. بص هرجع اقول برضو المباراتين ما بينهم هتحدد بنسبه كبيره. بيراميدز ممكن يكسب اي حد دلوقتي والنادي الاهلي ممكن يكسب اي حد دلوقتي. ما اعتقدش ان في حد هيعطل الفرقتين. طب انتوا في وجهه نظركم لو الاهلي وبيراميدز بيلعبوا بعض دلوقتي احنا خلاص 12 ده يعني بتكلم كمان اقل من 10 ايام مين اللي ليه الافضليه؟ صعبة جدا لان بيراميدز فنيا في الوقت الحالي عالي جدا وماشي بشكل كويس. هي اللي يعني اللي هيخلي النادي الاهلي اقوى شويه جماهيره بالظبط والدوافع. انا كنت مستني ان انت ما تقولهاش بس طالما عندك جماهير بحجم جماهير النادي الاهلي لا هتلاقي النادي الاهلي دوافعه اكتر يعني. اه طبعا. لا النادي الاهلي برضو لازم نقول نقطه ان النادي الاهلي لما بيلعب يلعب قصاد فرق كبيره نادي الزمالك بيراميدز الحاجات دي الدوافع اللعيبه بتاعتها لعيبه النادي الاهلي بتزيد قوي 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 يعني في بطوله افريقيا متمرسين كمان بالظبط متمرسين في العالم. فهي دي النقطه لان لعيبه النادي الاهلي عندها خبرات ان هي تقدر تروح مباراه زي دي وتقدر تعديها كمان. طب لو افترضنا ان هما الاثنين كسبوا كل واحد فيهم ماتش يبقى الفرصه لمين اكتر؟ ما هو يبقى كده لو النادي الاهلي كسب كل ماتشاته هيبقى فرق نقطه برضه. يعني انت شايف ان الاهلي بالمؤجلات اللي عنده كلها يكسبها هو طبعا هيبقى اعلى من بيراميدز بنقطه. بس انا بتكلم في يعني لو جينا بنشوف الماتشات دي وترتيبها بظروفها لو كل واحد فيهم كسب ماتش من الماتشين اللي في المواجهات المباشره بص اهي الافضليه تبقى لمين؟ الماتشات اللي جايه كلها كؤوس هيلعبوا على كده هيلعب ان المباراه دي اللي هتخلينا ناخد الدوري بالظبط. فالنادي الاهلي ما اعتقدش هيفرط في اي نقطه. بيراميدز برضو مش هيفرط لكن برضو هرجع اقول الماتشين اللي ما بينهم هي فرصه عمر بيراميدز ان هو ايه لبيراميدز بيراميدز اكتر من الاهلي بالظبط ان هو يعطل النادي الاهلي. طيب نطلع على موضوع كهربا. شفت ازاي الازمه بتاعت كهربا مع كولر كابتن حسن؟ لا انا متوقعها 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 من فتره طويله يعني. ليه بقى؟ لان انت برضو انا متوقعها من ساعه فرح اخت كهربا ومستنيها بس هو لعب بعد كده؟ لا بس مستنيها يعني عارف اللي هو ايه انت مستني الامور دي هتوصل ليه؟ مستني له غلطه صح؟ لا مش مستني له غلطه ان هو يغلط. كهربا بدا يلتزم شويه بدا يعرف يلم نفسه بدا يمشي في الطريق المظبوط. بس هو في الاخر كولر
لما لقى البديل القوي البديل الكويس فبدا قلبه يجمد عليه شويه. صح يا حاج. بس انا لما انا بلاقي جوزيه كان بيعملها معايا لما كان يلاقي بديل كويس احسن مني كان بيديله كتف عشان كان بيبقى زعلان مني شايل لي كان بيبقى شايل لي ان انا عملت فيه او انا اتخانقت معاه او انا عملت كذا. الاجانب بيعملوا كده. الاجانب ساعات بتشيل. بعيد ان الراجل ده انا اللي انا شفته معاه انه عمل مشكله مع عبد القادر ولاعبه عمل مشكله لا. لا الظروف هي اللي خليته يلعب. لو الظروف وقعدوا فتره طويله لا ما انا بقول الظروف ما هو في الاخر الظروف هي اللي بتساعدك يعني عبد القادر لو كان بيرسيتاو وحسين الشحات ورضا وطاهر ماشيين كويس كانش عمره كان يخش. طيب يعني نقدر نقول من الكلام ده ان كهربا مظلوم؟ اكيد لا. انا من وجهه نظري مظلوم طبعا فنيا لان جه فتره كهربا جه فتره كابتن كان بيجيب جوال. لا مش بس بيجيب جوال لا كان بيلعب عليه مودس. انا كهربا وكلاعيب تضحك على ايه بس فاهم اشمعنى مودس تضحك عليه هو بيفصلني صراحه. لا والله اول ما بيجي يقول لك ايه اصل ظلمه كان بيلعب عليه مودس. ايوه والله لا كان مظلوم. ايوه يعني انت كهربا كان ماشي هو غلط والله اجمد واحد وبيجيب احسن على فكره اللي انت بتقوله صح. ايوه انا فاهم. لا بتضحك على بتضحك على مودست. انت اول ما تسمع مودست على طول بتضحك ليه؟ ما هو بيني وبينك يا طارق يعني الواحد شيء كتير قوي في الكوره دي وفي ما شفناش حاجه زي كده. لا ما رحتش نادي يعني يجاملك ولا يجي او يجي يعني هو يجي برضه وتاخد المبلغ دوت وما تلعبش وما تقدمش حاجه. انت في الاخر كان الواحد كان يعني بيلعب واسمك كبير وتروح اي نادي يطلب يقول لك ايه لازم تشيل الفرقه لازم تعمل لي كذا ولازم كذا ولازم كذا. انا مديك دولارات ليه؟ ايوه انا مديك. خلي بالك لما نيجي برضه نقول النادي الاهلي كده وبرضه نادي الزمالك عنده أيوة برضو كل الاجانب كده كوارث. لسه النهارده عارضين كان معانا استاذ محمد البنهاوي عرض. انت عارفين ان ده بياخد كام في السنه؟ مين؟ نضاي بياخد كام السنه الجايه وعقده كام؟ هياخد له مليون دولار؟ قول رقم كده. انا بيتهيألي مليون ونص. مليون 97 الف دولار. مليون و100 يعني. مليون و100 الف دولار في السنه. طب يرضي ربنا. يعني انت بتتكلم في حالي مثلا 50 مليون. لا خليني اقول لك على حاجه بقى. طب ما تديني ال100 انا بس. استنى بس هقول لك على حاجه. هقول لك على حاجه. الافيه بقى في ايه مش سيبك من كده. خلاص؟ اعلى عقد اخده نضاي طبعا اللي انا قلته في حياتي. مليون و100 ده كام؟ 20000 دولار 30 كام؟ 30 40 الف. لا 150 الف دولار. 150 الف 100 مش عارف 170 ولا قال 160 الف دولار. بص بقى الفرق. يعني المليون دول انا مين انت متخيل كارثه والله. مين اللي خلى خمس سنين ولا ست سنين؟ طب انا عايز اسال سؤال. ليه ما بن شرقي ليه ما فكروش واخدهم فين؟ ده في الدوري السويسري مش في الدوري المصري كمان. يعني انت في اوروبا يعني. كمان ايوه. طب وهنا بقى الفني اللي هو اختار نضاي. بص انا عندي قناعه انا قلتها قبل كده. عقد بوطيب، عقد نضاي، عقد سامسون هو العقد اهو. عقد سامسون دي عقود تستوجب تحقيق رسمي لان فيها شبهه غير طبيعيه. معاك انا غير طبيعيه. الثلاثه دول تحديدا كده فيها شبهه غير طبيعيه. انا معاك في هذا الكلام لان بصراحه مستواهم ما يدلش على هذه الارقام. قبل ما نختم بس ما قلتوليش انت شايف ان كهربا ظلم في الفتره اللي فاتت من كولر؟ ظلم فنيا ان هو في ماتشات كان هو لازم هو اللي يلعب لكن اللي هو عمله كهربا مع كولر في حاجات داخليه في النادي الاهلي احنا ما نعرفهاش كمان. وحسن فاهم قصدي كويس. ياما بيحصل مشاكل جوه ما بتطلعش. احنا اللي ظهر لينا الموقف الاخير اللي هو مع المدرب المساعد. اكيد في دواخل تانية جوه النادي الاهلي خلته يقول ان خلاص كهربا دلوقتي المعامله معاه او ان هو فنيا وزي ما كابتن حسن قال البدائل اللي موجوده كويسه. كابتن طارق نورت الدنيا حبيبي. نور بيك يا ابو علي. ربنا يخليك وبعد كده تيجي بدري عشان عشان الاسبوع الجاي يعني هنبتدي نحسب بقى جزاءات وفي لائحه هينزلها كابتن حسن. خلي بالك الاسبوع الجاي الشرقيه في لائحه بعد كده بالغرامات والتاخيرات كلها والجزاءات. انا اسف يا كابتن حسن مش هعمل كده تاني. نورت الدنيا حبيبي. شكرا موصول لحضراتكم على المتابعه. نشوفكم باذن الله بكره على الف خير.